والله لا أجواء لا يمكن وصفها. لحظات السنين كل الشناء ارجع 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 الله أفضل صلاة وسلام شكرا لكم عليه أفضل الصلاة والسلام تبارك الله عليكم والله يخليكم في هذه البلاد ما كنعرفوهاش هي عند الناس ياك حنا بغينا نستقبلكم بطريقتنا الخاصة بغينا نكرموكم لأنكم أنتم من حفظة كتاب الله بهذه الطريقة وغنفخروكم بطريقة الخفر ديال الشخصيات الكبار فما كاينش شي خفر ولا شي حاجه يمكن نعطيوها لكم غير هذا الشيء طرف حمله السلاح والدراجيين اللي حاضرين معنا شكرا لكم الاساتذه انتم لانكم كتسهروا على هاد الفتيات وكتسكنوهم مبادئنا المغربيه القحه عطاكم الله الصحه انا حاجه وحده اللي كنسالكم وكنطلبها منكم وتذكرونا في اي لحظه بانكم تدعيو مع كل رجل ونساء ديال الامن الوطني دعيوا معاهم باش نبقاو محافظين على هاد البلاد ويبقى بالامن والسلام والطمانينه اللي كيغيروا منا مجموعه ديال الدول من السلامه ديال هاد البلاد وحاجه اخرى بغينا لكم تدعيوا مع سيدنا الله ينصرو طول العمر والصحه والسلامه والعافيه وكذلك تدعيوا مع هاد البلاد مع المغاربه كاملين داخل وخارج ارض الوطن من طنجه للقويره ومن وجده للصويره باش نبقاو في ازدهار ونبقاو في تنميه ونبقاو دائما مواصلين في المشوار اللي تحت القياده الرشيده لسيدنا الله ينصرو في مختلف المجالات فنيه ثقافيه اقتصاديه رياضيه نبقاو والرايه ديالنا تبقى كترفرف فوق الرايات ديال العالم شكرا لكم ما تنساوش هذا تقليد عليكم بانكم غتدعيو مع المغاربه كاملين الان غيتم خفركم من طرف فرقه الدراجيين وكذلك حمله السلاح تحت ثقتكم سيداتي وسادتي لهذه الفتيات الرائعات الجميلات كتخونني اللغه كيخونني المفردات الكلمات ما بقاوش اللي كيوصفوا هذه اللحظات الجميله اذا تحت ثقتكم مره اخرى اعتماد السماء مع الفرقه الدراجيين وحمله السلاح وخفر هذه الفتيات اللي جاونا بعاد على مدينه اكادير 70 كيلومتر شكرا لهم وشكرا للمغاربه في المكان طرفو لا اسمع اسمع انا اللي نبغي لا تخرج عيون ثقتكم سيدتي وسادتي لهذه الفتيات وما قدوة من كامل فضلات
هنا من حملة حفظة كتاب الله أبو قرآن حفظ ختم القرآن الكريم فنجي حفظ الجنة الوطنية لأنه مفتوحة بأبو كتاب الجنة الوطنية خلال خبرة الشخصية والدفاع وفي خبرة جبنا نظر النساء اللي كاينين معنا اللي كيكون عندنا شي بنيته وخرجت نفسوس وكانت وصل لشي بني كيوصل اللي في القرآن الكريم وبدا شي واحد عزيز علينا كنستقبلوه بالصلاة والسلام يلاه كاملين صلاة سلام صلاة لا إله إلا سيدنا الله معاه الله يحفظكم الله يحفظك لالا تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة حسك وهذا هما المغربيات وهذا هما النساء المغربيات النساء ويفتدون في قديمة كبير تأذيب وصفها الوزين له ظهر ظهر دار الإحراق لنا يلا القدام كده بأصوات الفتيات الجميلات التابعين للمدرسة الخاصة للتعليم العتيق اللي جاونا من منطقة بعيدة على مدينة أكادير والعناصر الأمنية والأيام الأبواب مفتوحة تحتل بهم طريقة خاصة ويتم تكريمهم تحت تصفيقاتكم من مدرسة أخرى سيداتي وسادتي وشكرا لكل نساء ورجال الاعلام حاضرين معنا وبقوه من الفعاليات ايام الهبوب المفتوحه هنا بمنطقه اكادير دوله الخالصه مستمرين الى غايه 21 من هذا الشهر Come on.
سؤال تبارك الله عليكم خير ما يمكن تختموا به هو شي كلمه بحال ديال الاطر ولا شي دعاء اللي بغيتم تفضل استاذ شكون اللهم انصر امير المؤمنين اللهم انصر امير المؤمنين اللهم انصر امير المؤمنين جلاله الملك سيدي محمد السادس جلالة الملك سيدي محمد السادس اللهم انصره ولا تنصر عليه اللهم انصره ولا تنصر عليه اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه اللهم امد في عمره وبارك في حياته سيدي مولاي حسن وقس عيد مولاي رشيد فضي يا ربي في اسرته الشريفه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات لا بن ديالنا والبلاد ديالنا نحكم جميعا يا ربي لا في بلاد ديالنا جميعا يا ربي لا في حدودنا ديال المغرب ان شاء الله ولا في الشعب المغرب يا ربي لا من ديالنا رجال ديالنا وكل من حضره
اللهم يسر امور جميعا يا ربي، اللهم يسر الجميع يا ربي، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالتوحيد والايمان والاسلام يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ببركه اللهم صل على سيد محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق واصل الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وارشر رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وارشر رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من قال يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزه عما على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حفظكم الله كذلك انتم وهذه الفتيات الجميلات حفظكم الله الصحة وشكرا لكم لانكم جيتوا وشرفتونا ضمن فعاليات ايام الاول مفتوحة، موعدنا مازال بالصبر معكم ان شاء الله الى غاية 21، شكرا والف شكر، ودائما هذا هو المغرب، هذا هو التنوع الثقافي والجغرافي، هذا هو المغرب من خلال القرى والمداشر ديالو. كتقول الكلمات والالفاظ باش نعبر على هذه اللحظات الجميله. شكرا لكم، ابوابنا لا زالت مفتوحه ايها الحضور الكريم الى غايه الساعه 11. امس ليم نستقبل ان شاء الله ندعوكم لزياره المروحه للتعرف على كل الخدمات التي تقدمها المديريه العامه للامواتات. لا تسمحوا اي سؤال فهنا كنا سامعين في العمل ما تقولوا